السلام عليكم. المرة السابقة أكدنا مفاهيم استخدام الـ Indirect Addressing في استخدام FSR 0 و1 و2، كيف إنه هدول بيحفظ لنا أدريسز أو بأشن يعني على موقع. يعني إحنا ما نحكي البوينتر هو أدرس أو هو مؤشر على موقع، يعني بفكرة البوينتر لما نحكي بوينتر إنه في أدرس، مين بيأشر البوندر على ادرس معين. تمام، فكيف نحل؟ اخذنا مثال عام، شفنا كيف انه ممكن نستخدم اهميتها باستخدامها في الهوب، كمان اشر على عنصر بدي اياه. تمام، لو في عندي مساله مطلوب مني انسخ 55 في اللوكيشنز من 40 ل 44، هون بالغلط مكتوب 45، الحل 44. فانسخ 55 على اللوكيشن 40، 55 على اللوكيشن 41، 42. فالان هون عندي من 40 ل 44 خمس لوكيشنز، يعني ممكن انا بدون لوب احل، وحتى في الدايركت ادريسنج لاحظ حط في الوركينج اول بده الحل في الدايركت ادريسنج، بعدين بالاندايركت، بعدين الاندايركت مع لوب، وحط الوركينج 55، بعدين موف دبليو اف 40، فبصير الريجستر اللي عنوانه 040 قيمته 55. الريجستر هو نفس الشيء، الريجستر عنوانه 41 بصير قيمته 55 ولا مجر. فواضح، المفروض واضح للكل انه بعد تنفيذ هذا البرنامج اللوكيشنز من 40 ل 44 في الرام كلها بتصير تحتوي على الفاليو 55. الان في الريجستر ان دايركت، في الريجستر ان دايركت الفكره اشر على اللوكيشن وبعدين استخدم الان دايركت. لاحظ كيف بدي اشر على اللوكيشن 40، اوكي، فحط في الورقه 55 طبيعي، اشر على اللوكيشن اللي عنوانه 40 بالاف اس ار، فصار اف اس ار 0 يأشر على اللوكيشن 40. بعدين انسخ من الوركينج ريجستر على الريجستر اللي بيأشر عليه اف اس ار 0، يعني على 40، على الريجستر 40. فانسخ من الوركينج على الريجستر اللي بيأشر عليه اف اس ار 0، فبنسخ من الوركينج على اللوكيشن 40. بعدين عمل انكريمنت للوم، لاحظ الهاي صفر قيمته، يعني لما عمل الاف اس ار حط 40 في اللوم وصفر في الهاي، حط 40 في الاف اس ار 0 لو وصفر في الاف اس ار 0، يعمل انكريمنت للو صارت 41، رد نسخ من الوركينج على اللي بيش على البوينتر، يعني من الوركينج على 41. فكل مره لخمس مرات انكريمنت لاربع مرات، انكريمنت للبوينتر وبعدين انسخ، انكريمنت وبعدين انسخ على الموقع اللي بيشرع على البوينتر. لا، المشكلة لو عندي أنا مش خمس أرقام، لو عندي 50 رقم ما في داعي أكرر 50 مرة. في الدايركت ما في، ما نقدر نعمله، بس في الاندايركت ممكن نحط هاي الموف والانكريمنت، موف انكريمنت في لوب. فلاحظ هون عمل لوب عدد مرات التكرار 50، هي كل مرة انكريمنت للكاونتر والجمب. يعني اول شيء قبل ما يدخل على اللوب اشر على اول لوكيشن في الاري، وبعدين حط في الورك ريجستر 55 اكسا. الان طلع شو بكرر، انسخ من الوركينج على الريجستر اللي بيأشر عليه في السار زيرو، انسخ من الوركينج على الريجستر اللي بيأشر عليه في السار زيرو، اوكي، بعدين اعمل انكريمنت للو للبوينتر. يعني طب ليه ما عملش انكريمنت للهاي؟ لانه احنا حكينا بنعمل انكريمنت للو، واذا في كاري بنعمل انكريمنت للهاي، فهو المفروض انكريمنت البوينتر. طلع على الكومنت شو كاتب، انكريمنت مش اللو ولا الهاي، انكريمنت البوينتر. طب كيف انا بدي اعمل البوينتر؟ البوينتر عشان اعمل له انكريمنت بعمل انكريمنت للو، واذا في كاري بعمل انكريمنت للهاي. ليش هم ما عملش انكريمنت للهاي؟ لانه ضامن
انه الهاي ما راح يتغير، راح تظل قيمته صفر خلال الايتريشنز كلها. في 40 0 40 الهاي صفر، 0 41 0 42 0 43 0 44 الواضح انه الهاي بتظل صفر. ما ف بس مشان يختصر الكود، ما فحص الكاري بعد انكريمنت لو وعدل على المايك او حاجه، ما فحص انه في كاري ولا لا، لانه عارف انه ما راح يصير كاري ولا مره. بس بشكل عام، بشكل عام انكريمنت ذا بوينتر معناها انكريمنت اللو، اذا في كاري انكريمنت الهاي. يعني بشكل عام، يعني لو المساله هون مش ببلش من 40، لو ببلش من اف اي، من اف اي، يعني شوفوا شو المواقع صارت. اف اي اف اف 1 0 0، اذا لاحظ اللايت تغيرت صارت 1 واللو رجعت 0 0 بعد اف. اذا اف اي اف اف 1 0 0 1 0 1، فبصير لازم تعمل انكريمنت لو اذا في كرين تعمل انكريمنت لو. تمام، احنا اخذنا يعني هاي الحالات اخذناها في المثال السابق اللي متبع مع المحاضرات. احنا مثال واحد طبقنا فيه كل هاي الافكار. في اسئله؟ Assume that RAM locations 30 ل 34 have a string of ASCII data as shown below. بقول لك افرض انه الريجستر 0 30 في الاسكي للاتش، الريجستر 31 الاسكي للاي، الريجستر 32 اسكي للوالون ماجر. ففي الاسكي لكلمة الو مخزنة في 5 ريجسترز. اوكي، حدا بيعرف لو انه مطلوب اني اخزن الاسكي للاتش في الريجستر 30، شو الكود اللي اكتبه؟ شو الكود اللي اكتبه اللي اخزن الاسكي للاتش في اللوكيشن 30؟ موف ال دبليو اسكي الاتش. اوكي، بعدين موف دبليو اف 30 اكس. هاي التو انستراكشن بتخزن الاسكي للاتش بدون ما اروح افتح التيبل ادور على اسكي تيبل وادور شو الاسكي للاتش. اوكي، ممكن تحط حرف الاي كله، خذناها هي سابقا بس ما طبقناش عليها ولا مره. فاول انستراكشن بتحط الاسكي للاتش في الوركينج، ثاني انستراكشن تنسخ من الوركينج على الريجستر 30. طيب سؤالنا مش هون، فمش مطلوب في السؤال انك تخزن لنا شيء. نفترض انه مخزنات هذول بدنا نوديهن على بورت بي واحد واحد، نودي محتوى الريجستر 30 على بورت بي، وبعدين نودي محتوى الريجستر 31 على بورت بي وهلم مجر. اول شيء باستخدام الدايركت ادريسنج مود، وبعدين باستخدام الاندايركت ادريسنج. ففي الدايركت بستخدمها موف اف اف، موف اف 30 بورت بي، طبعا بورت بي اوت بوت كلير اف ادريس بي، موف اف 30 بورت بي، موف اف 31 بورت بي، 32 بورت بي، 33 بورت بي. ولا مجد طيب بالاندايركت، بالاندايركت ومستخدم لوب كمان. ليش؟ طبعا لانه بجوز المساله انه مش 5 اعداد، بجوز عندي 50 100 عدد بدي اوديهم. فالحل الافضل انه ايش؟ لوب. طبعا دائما فكره اندايركت ادرس المعلوم نفس الفكره. شو هي الافكار؟ بتحط عدد ايتريشنز المطلوب لوب، يعني بدك تعمل لوب بعدد ايتريشنز معين. هون عندي 5 2، اشر على اول لوكيشن في الاري، اشر على اول لوكيشن في الاري. بيش بدي اشر عليه؟ يا اف اس ار 0 يا 1 يا 2. طيب جوا اللوب بتقوم في الاوبريشن وبتعمل انكريمنتال كاونت، بتقوم في الاوبريشن وبتعمل انكريمنتال كاونت للريجستر، للاسف قوم في الاوبريشن واعمل انكريمنت للبوينتر، للبوينتر الكاونتر نعمله ديكريمنت.
فنفذ الاوبريشن انكريمنت بوينتر، نفذ اوبريشن انكريمنت بوينتر. فلاحظوا هاي عدد مرات التكرار، هاي طبعا بورت بي اوت بوت، هاي خزن عدد مرات التكرار في الريجستر. هذا الحكي كله اخذنا ايام اللوبس. الاشي جديد، اشر على اول لوكيشن، هاي بدهاش تتكرر برا اللوب، بستخدم اف اس ار 2. اذا اف اس ار 2 قيمتها 30، بمعنى انه اف اس ار 2 باشر على الرام لوكيشن اللي عنوانه 0.30. طب شو بده يكرر؟ كل مره انسخ من اندايركت اف 2. شو الاندايركت اف 2؟ يعني انسخ من الريجستر اللي باش عليه اف اس ار 2. يعني انسخ من ال 30 اكسر، من الريجستر اللي عنوانه 30 اكسر. فانسخ من الريجستر اللي باشر عليه اف اس ار 2 على الورقه. من الريجستر اللي بيأشر عليه في الصار 2 على الوركينج، وبعدين من الوركينج على بورت بي. اذا هاي نسخنا المطلوب، مطلوب انسخ من الريجستر على بورت بي، نسخته على الوركينج ومن الوركينج لبورت بي. بامكاننا ان هذول التو انستراكشنز نستبدلها ان بموف اف اف، يعني ما في مشكله ان استبدل هذول التو انستراكشن بموف اف اف. شو الموف اف اف بدنا نكتبها؟ موف اف اف اندايركت اف 2 عبارة، فمش مسألة يعني جديدة أو انسخ، بدل ما ينسخ على الوركينج وبعدين من الوركينج عبارة، ينسخ من مين؟ من وين؟ من اللوكيشن اللي بأشر عليه في السارتو لبورد. طب نسخنا، بعدين بنحرك البوينتر، بنخليه يأشر على ثاني لوكيشن، بعملنا انكريمنت للو كمان مره، عملنا انكريمنت للو لحاله لان ضامن انه الهاي ما راح يتغير، والا لازم افحص اذا في كاري وظيفة على البوينتر. فانكريمنت للبوينتر، انكريمنت للو للبوينتر، صار 31. خلصنا، لا ارجع انسخ من ال 31 على الوركينج، من الوركينج على بارت بي، بعدين بصير 32 33 وانسخ 34 وانسخ، وبعدين بيطلع من اللوب. مفهوم؟ في اسئله؟ في اسئله يا جماعه؟ طب نيجي هاي المسألة اللي حكينا عنها، انه هل الانكريمنتنج ذا لو، هل انه نعمل انكريمنت للو كفاية؟ لا. ليش؟ لو كان عندي اللو وصل 3 0 اف، لو وصل اف اف وعملت له انكريمنت راح يصفر. بس القيمة اللي بعد 3 اف اف اكيد مش 3 0 0، القيمة اللي بعد 3 اف اف هي 4 0 0. فوين انا بعمل انكريمنت للو بيطلع عندي كاري لما يكون اللو 0 اف اف. فشو العنصر اللي بعد الثلاثة اف اف؟ 4 0 0. فلهيك بقول لك الحالة العامة انه لما تجمع للو تفحص اذا في كاري، واذا في كاري تضيف على الباي. في حل ثاني اني اخلي اوكي انه يصير اوتو انكريمنت، اوتو انكريمنت واخذناها برضه هي اوتو انكريمنت، بدنا نستخدم البوست انكريمنت. فاذا ذاكرين شو البوست انكريمنت؟ هاي كلير اف، هاي مثال، مش شرط كلير اف، اي شيء موف اف، موف دبليو اف، كومبلمنت، نيجيشن، اللي بدك اياه. بس شو معناه بوست انكريمنت؟ يعني شو معناته كلير اف بوست انكريمنت؟ شو بيعمل؟ ان نون اللي هي صفر او واحد او اثنين، تعمل شغلتين. اول شيء بيعمل كلير اف، برضه ذكرناه كلير اف ان دايركت اف ان، وبعدين بنعمل انكريمنت للبوينتر، اي بوينتر اف اس ار ان بلس بلس. بنعمل شغلتين، كلير للريجستر اللي باش عليه اف اس ار ان، وبعدين انكريمنت للبوينتر اف اس ار. طب شو ترى يعني شو استفدت؟ استفدت انه
فيش داعي لافحص لو وهاي واذا في كاري خلص هو بعرف كيف يعمل انكريمنت، يعني هو بضيف على اللو واذا بيلزم بضيف على الهاي. فبخلص من قصه انه ايش؟ انه اضل انا اضيف على البوينتر وافحص لو الى اخره. طيب في عندنا بري انكريمنت، بري انكريمنت الانكريمنت قبل الكلير. هو شو بيعمل انكريمنت على البوينتر؟ اوكي اول شيء بيعمل انكريمنت لا البوينتر، بعدين بضيف، بعدين بنفذ الاوبريشن. فاول شيء ضيف على على البوينتر واحد، بعدين نفذ الاوبريشن اللي يمكن تكون كلير او شيء ثاني. في البوست ديكريمنت، البوز ديكريمنت نفذ الانستركشن بعدين اطرح ديكريمنت، اطرح من البوينتر واحد. هون هاي اكس بلس بلس خبأ مطبعة اكس ماينس ماينس كيف هون في الشرح كاتبين اكس بلس بلس، هذا خطأ مطبعة. كيف صار ان ماينس ماينس؟ تمام. فطبعا ليش شو بفيدني يعني احنا يعني هون هذول وانت يعني مفيدات جدا. اذا انا بدي ازور عناصر الاري، عناصر الاري معروف بدي ازور كل مره بدي اعمل انكريمنت الادرس، فيا باشر على اول واحد بصير اعمل انكريمنت الادرس، يا باشر على اخر واحد وبصير اعمل ديكريمنت. فوظيفتها انه بصير اعمل اوتو انكريمنت، مش داعي انا اعمل انكريمنت، هو بنفذ الاوبريشن ويعمل انكريمنت او ديكريمنت. في اخر واحد انه كلير اف بلس دبليو ان، شو يعني بلس دبليو ان؟ شو بيسوي؟ بروح بيجمع البوينتر اللي هو ان دايركت اف ان اف صار ان سوري بيجمع مع الوركينج ريجستر. شو بيطلع معاه؟ بكون البوينتر ل العنصر اللي بينفذ الاوبريشن عليه. فهون شو بيعمل كلير؟ راح يعمل كلير اف للريجستر اللي عنوانه بي تي ار. راح يعمل كلير اف لمين؟ اذا ما بتغير البوينتر ولا بتغير الوركينج ريجستر. اوكي، راح يعمل كلير للريجستر اللي عنوانه حاصل جمع البوينتر مع الريجستر. يعني مثال لو كان عندي الاف صار ان قيمته 35 اكس والوركينج ريجستر قيمته صفر، مين لمين راح يعمل كلير؟ لل 35 اكس. طب اربعه راح يعمل كلير لل 39 اكس. طب ثلاثه 38 اكس. اذا متذكرين زي الاوفست هون الوركينج ريجستر زي الاوفست. اوكي، ف اعمل كلير للريجستر مش 35، 35 زائد اوفست 3 بصير 38، بتعمل انكريمنت. ممكن يكون قيمه سالبي، يعني لو كانت الوركينج ريجستر ناقص 4 راح يعمل كلير للريجستر العنوان 31 اكس، بصير له اوفست بالسالب. مفهوم يا جماعه؟ في اسئله؟ نروح لمثال. Write a program to clear 16 RAM locations starting at from RAM address 60. فبدنا نمسح 16 رام لوكيشنز بدأ من الادرس 60، يعني 60 61 62 لحد 6 اف، من 6 0 ل 6 اف. لاحظ انه اف اس ار 0 لو هاي في جميع الادرسز قيمته صفر، يعني في جميع الادرسز قيمته صفر. هالسؤال بقول لك فرع ايه انت مانيوال انكريمنت، انت ضيف كل مره على البوينتر واحد. فرع بي بقول لك لا استخدم الاوتو انكريمنت. بعدين جاء فرع ايه
الآلية معروفة، حدد عدد مرات التكرار اللي هن 16 وحطهم في الريجستر كل مرة، مشان يعني بدك تعمل لوب من 16 مرة. الآن أنا أوكي، الآن أشر على أول عنصر قبل ما تدخل على اللوب. أشر على أول عنصر، فعندنا هون ال اف اس ار، ال اف اس ار 1 60، فصار ال اف اس ار 1 قيمته 0 60، ال اف اس ار و ال اف اس ار 1 قيمته 0 60. طيب امسح الريجستر اللي بأشر عليه في الصار 1، يعني امسح اللوكيشن 60، يعني مسحنا اول لوكيشن، ضيف على البوينتر 1، ضاف على اللو، بعيد وبزيد. ليش ضاف على اللو؟ خلص، لانه ضامن هون في المساله هاي انه الهاي ما بتغير، من 60 ل 6 اف الهاي بتضل كنده صفر. طب شو لو بدي اخذ الحاله العامه، بضيف على اللو وافحص الكاري، واذا في كاري واحد بضيف على الهاي. طيب ضاف على اللو يعني كانه عمل انكريمنت للاف، للاف صار 1. خلصنا؟ لا، ارجع المره اف صار 1 هسه قيمتها 61، 61 يكسب كلير ال 61 يكسب، رد ارجع بصير 62 كلير ال 62 ارجع. سهل المساله تمام كويسه، بس تخيل لو انها مساله ثانيه، تخيل لو انها مثلا مش 60 ببلش، لو ببلش مثلا من اف اي، بس لاحظوا شو بصير العناوين، اف اي اف اف 1 0 0 1، فبتصير هون المسألة غلط، بصير حتى لو غيرت هاي اف اي، او لازم نغير هاي اف اي، لو غيرنا هون 60 لاف اي لازم هون نغير لاف اي كمان. شو لازم نغير؟ لازم لما تعمل انكريمنت للو تفحص الكاري، واذا الكاري واحد تعمل انكريمنت للهاي، لانه 60 الاف اي راح يجي بعدها اف اف وبعدين 1 0 0، فالهاي راح يتغير و1 0 1 على المجد. طب شو في حل لسه يعني اني انا ما اعمل مانيوال انكريمنت، استخدم الاوتو انكريمنت. شو الاوتو انكريمنت؟ اول شيء الاوتو انكريمنت بدك تنسى انك انت تعمل انكريمنت، بمناش انت ما بدك تعمل انكريمنت، فبتشطب انت الانكريمنت اللي كنت انت تعمله، ما تعمل انكريمنت، بطلنا نعمل انكريمنت. اثنين بدك كله يعمل اوتو انكريمنت. كيف بتقول اعمل اوتو انكريمنت؟ بدل اندايركت اف 1 تكتب بوست انكريمنت، بوست انكريمنت، فبدل اندايركت اف 1 تحط بوست انكريمنت، فبلزمش تعمل انكريمنت، غلط اصلا تعمل انكريمنت خلاص. فهون ما بدك تبلش يعني بغض النظر شو الادرس، ف60 لانه هو كل مره بيعمل كلير للريجستر اللي باش عليه في الصار 1 وبيعمل انكريمنت ل اللي في الصار 1. طبعا هذا هو الحل اللي حاطه في النكست سلايد. هاي النكست سلايد، فلاحظ شاطب الانكريمنت للو، وهو انا مغير هاي لبوست انكريمنت. في اسئله يا جماعه؟ مساله ثانيه، تخيلوا ان عندنا عده ارقام بدي اجمعها، هاي عدة أرقام نجمعها، هاي المسألة مرت معنا قبل، فكلنا بدي أجمع عدة أرقام معناته النتيجة 16 بت، فبدي أحجز 2 ريجسترز. هون هو حاجز الريجستر 0 6 اللي هي السيجنيفيكانت بايت من النتيجة، والموست سيجنيفيكانت بايت 0 7، مسميهن ال بايت ويتش، كنا مسميها احنا مثلا ممكن سم لو سم ماي بغض النظر. الآن بغض النظر عن عدد الأعداد 3 4 5 100 الأعداد اللي نجمعها، إحنا إذا كان الآلية بنصفر الـ H byte، بنصفر الـ working register، بنبلش اجمع الأول مع الـ working، النتيجة في الـ working، في كاري يضيف على الـ high 1، اجمع الثاني مع الـ working،
والنتيجه في الواجهه، في كير يضيف على الاتش باك كل مره. هسه لانه صار معي مجال انه استخدم اندايركت ادريسنج، ممكن الاعداد تكون 50 عدد، فمضطر استخدم ايش؟ لوب. فلو نشوف شو عملت، انا اربع اعداد فحط عدد الايتريشنز اربعه. اي صفر الوركينج ريجستر، صفر الاتش بايت، اشر على اول عنصر، العنصر اللي عنوانه 40. طيب شو اللي بكرره؟ كل مره اجمع العنصر اللي باشر عليه البوينتر مع الوركينج، فاجمع العدد مع الوركينج اللي هو باشر عليه البوينتر. اذا في كاري يضيف على الهاي بايت واحد وارجع، ثاني عدد اجمعه مع الوركينج، في كاري يضيف على الهاي بايت وارجع، فبكرر هاي. فلو هاي المساله بدنا نغيرها، لو في عندي 50 رقم بدي اجمع لهم، وابتداء من اي عدد بدي اياه 50 رقم، شو اللي بغير؟ عنوان اول لوكيشن قبل ما ادخل على اللوب، اشر على عنوان اول عنصر في الاري، اوكي، والباقي مثل ما هو. عدد الايتريشنز 50 رقم، تحط عدد الايتريشن 50، تحط عنوان اول عنصر في الاري، اوكي. ليش ما عملتش انكريمنت للبوينتر؟ لانه مستخدم الاوتو انكريمنت. في أسئلة؟ طيب سبوز هاي أسئلة، سؤال انتو حلو في البيت. سبوز ذات 35 numbers unsigned numbers are stored in RAM starting from location 248. 248 249 250 248 248 35 رقم. Find the number of odd numbers. 35 رقم، كم رقم منهم odd؟ ال 35. طب احنا لو عندنا عدد واحد كيف بفحص انه odd ولا لا؟ يعني لو عندي ريجستر، لو عندي ريجستر عنوانه مثلا 30 اكسمبل، لو عندي ريجستر عنوانه 30 اكسمبل، كيف بدي اعرف هذا الريجستر محتواه رقم اد ولا ايفن؟ مين بحكي لي؟ كيف بدي اعرف هذا الريجستر ما هو موجود بداخله اد ولا ايفن؟ شو بميز الرأي عن الرقم الاد عن الرقم الايفن؟ اول بت على اليمين، أول بت على اليمين، إذا كانت صفر الرقم إيفن، إذا كانت واحد الرقم أود، إذا كانت صفر هاي أول بت الرقم إيفن، إذا الرقم أود البت هاي الأولى على اليمين بت رقم صفر بتكون واحد. ممكن نفحصها يعني في الكود، نحل نعمل بت تيست فايل ريجستر سكيب اف 6 او سكيب اف كلير الريجستر اللي عنوانه 30 البت رقم صفر، افحص البت رقم افحص البت رقم صفر في الريجستر اللي عنوانه 30، اذا واحد اعمل سكيب، او اذا كلير اذا صفر اعمل سكيب، بغض النظر. هيك بنفحص العدد اود ولا ايفن، هاي احد يعني احد الطرق. الآن هون عندنا خمس، شو الحل؟ كيف نعمل؟ الآن بدك تعمل لوب 35 مرة، بدك تأشر على أول عنصر في الأري، كيف بدك تأشر؟ ال اف اس ار مثلا، يا 0 يا 1 يا 2، وبتحط الأدرس ال اف اس ار 1 248 اكس، هي أشر عنصر. طيب احجز ريجستر وصفره، ريجستر كويت مثلا 10 هيكس، وكلير اف ريجستر، صار الريجستر قديش قيمته؟ صفر. كل ما تلاقي عدد في اللوب، لوب اوكي، كل ما تلاقي، ما فيش لوب بتعرف مشين كود سودو كود، كل ما تلاقي عدد اذا بوينتو
الريجستر 248 بوينت لوكيشن اللي قيمته 248 يعني بواحد من الثلاث ريجسترز باي اف اس ار ان. فيش عندنا شيء اسمه اف اس ار ان، فاللي بحط لك في الصارين غلط يعني، يا بحط صفر يا واحد يعني. يعني في اللوب شو اللي تكرره؟ شو اللي بدك تكرره؟ افحص سكيب اف كلير انو الريجستر اللي باشر عليه اف اس ار ان، شو بحط؟ بوست انكريمنتن، او بنحط indirect if n، بس اذا حطيت indirect if n بدك تعمل manual increment. اذا بدك تنسى هم الانكريمنت كيف تعمل انت increment، استخدم post increment. طيب فحصناها، يعني اللي فحصناها اول بت، اول بت في العنصر اللي باش على البنت، اذا كانت إذا كانت صفر معناته إيه؟ بنعمل سكيب. طب وإذا مش صفر؟ increment F register. بس طلعوا هذول الجملتين، إذا هذول الجملتين هن بيتكررن 35 مرة. افحص أول بت في الريجستر اللي بيأشر عليه البوينتر، إذا كانت واحد ضيف على الريجستر واحد. الريجستر هذا هون، اوكي الريجستر هون هو عدد الاود نمبرز، عدد الاود نمبرز. اذا بدك يكون اوضح لك اكتب مثلا كاونتر اود، مثلا كاونتر اود هون بصير انكريمنت كاونتر. فبدنا كاونتر اود، هاي كاونتر اود ريجستر، اوكي كل ما لك عدد اود بضيف عليه واحد. مفهوم يا جماعه؟ تمام. نروح على الموضوع الثاني، في بتحلوه هذا السؤال وبدي اتاكد من حله يورجيني حله يعني على الزوم او في المكتب او وين بدك. نيجي على فكرة جديدة اللي هي معلومة جديدة، انه احنا بنقدر نخزن داتا في الروم. احنا تعلمنا من بداية الفصل انه احنا بنخزن في الروم instructions، بالاضافة للانستركشنز احنا ممكن نخزن داتا في الروم. طيب شو كيف نخزن؟ باستخدام الـ Define Byte Directive. كويس، طب وين انت بروح على الروم؟ بروح مع الـ Instructions. بس لاحظوا قبل ما نبلش احنا كيف الآلية؟ بنكتب البرنامج على جهاز الكمبيوتر. وبنعمل له كومبايل، وبعدين بيطلع عندي الماشين كود هيكسا فايل. ونودي هذا الماشين كود على الروم، هذا قبل ما نبلش ولا شيء. بعدين ببلش اكسكيوشن. فهاي خطوه ارسال الانستركشنز للروم، راح يكون مع الانستركشنز في داتا، فالداتا بتروح على الروم قبل ما يبلش الاكسكيوشن. هاي ديفاين باي، هاي دايركتيف وليست انستركشن، ما راح ينفذها السي بي يو. دايركتيف للاسمبلي يعني بتقول للاسمبلي احسب حسابك هاي الداتا مشان تروح تحطها في المشين كود مشان تروح على الروم مع الانستركشنز. فالبرنامج بيكون عبارة عن instructions مع الديفاين بايت. شوفوا هذول برنامج خزنين ابتداء من ادرس صفر. الان في الادرس 500 قلت له ديفاين بايت يو اس اي، يعني الاسكي لليو راح يتخزن في الروم 500، والاس راح يتخزن في الروم 500، والاي راح يتخزن في، اسف، الاس في ال 501 والاي في ال 502. وين راح يتخزن؟ لما انا ابعث الانستركشنز، لما اودي البرنامج بدي اخزنه على الروم، راح تروح هاي الداتا مع البرنامج. هذا بصير مره واحده او بصير قبل ما يبلش الاكسكيوشن،
قبل ما ابلش اكسكيوشن. طب الان كيف اخزن الداتا اللي بدي اياها؟ قلنا دايركتيف ديفاينمنت، تكتب اورج، والاورج دائما العدد اللي بنعطيها اياه بيكون زوجي، فاورج 500. يعني انا قررت بدي اخزن داتا في اللوكيشن 500 في الروم، الاورج دائما في الروم. ديفاين باي 28، الباينري ريبريزنتيشن ل 28 راح تتخزن في اللوكيشن 500. ديفاين باي هذا الرقم، هذا الرقم راح يتخزن في ال 501. ديفاين باي 39 هكسا، 39 هكسا في ال 502. طيب كمان اورج 510، ديفاين باي بين سنجل كوتيشن واي، الاسكي لحرف الواي راح يتخزن في ال 510. ديفاين بايت 2، الاسكي لاثنين، الاسكي للصفر، الاسكي للصفر، الاسكي للخمسه، الاول في ال 511، 512، 513، 514. شوف هون ارك 518، ديفاين بايت بين دبل كوتيشنز، هلو فراغ علي، هلو خمسه وفراغ سته وعلي ثلاث، تسعه كاركترز. وين بده يخزنهم؟ راح يخزنهم في الروم. الان وين تقولنا لما احنا نودي البرنامج على الروم، لما نودي البرنامج راح يخزن في الروم اضافه للانستراكشنز في ال 518 الاسكي للاتش، 519 الاسكي للاي، 51 اي، 51 بي، 51 سي، 51 دي، 51 اي، 51 اف، 520 في الروم. فبكره طبعا او بعد بكره ان شاء الله راح نتعلم كيف انه خلال الاكسكيوشن نصل لهي الداتا. خلال عمليه الاكسكيوشن في البرنامج بقدر اصل لهي الداتا. طب بقدر اعدل عليها؟ مستحيل، لانها في الرم كذا. كيف في الاكسكيوشن ما بتقدر تعدل على الرم. عمليه التعديل على الرم بتتم لما تكتب البرنامج على الرم فقط. يعطيكم العافيه. اذا في اسئله سلام. لا في مسج